الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، أهلا ومرحبا بكم في نشرة نور صباح يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو لعام 2023. يوم الأربعاء وورشة عمل رسمية للعاملين بجهاز الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية والقطاع العام والقطاع الخاص. كل هذا ينطلق بتوقيت واحد، حيث ينطلق الموظفين إلى عملهم، والسادة المواطنين المقيمين والمترددين من القاهرة الكبرى إلى كافة المصالح الحكومية والهيئات المدنية لقضاء احتياجاتهم. لذلك قامت الإدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بتعزيز الخدمات المرورية داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال الميادين الهامة والكباري التي تربط محافظة القاهرة بمحافظة الجيزة، وأيضا المحاور الرئيسية والطرق السريعة داخل محافظات القاهرة الكبرى، وأيضا التقاطعات الرئيسية بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المرورية وسحب الكثافات المرورية في ساعات الظهر الصباحية وساعات الظهر المسائية، مع تعزيز الخدمات المرورية على كافة مناطق الأعمال بهدف إرشاد قيد السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة، بالإضافة إلى خدمات منع الانتظار على كورنيش النيل وعلى كافة الطرق المطلة على المسطحات المائية، بمنع أي سيارة تتواجد صف أول حتى لا تسبب أي نوع من الكثافات المرضية. بحمد الله منذ صباح الباكر متابعة ميدانية مستمرة من الإدارة العامة للمرور بالنسبة لمنافذ القاهرة الكبرى ذهابا وإيابا، بالتنسيق ما بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور ومحافظات القاهرة الكبرى. هذا بالإضافة زالت ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة القوة، وده يؤدي إلى نوع من الكثافات المرضية نتيجة تباطؤ السيارات وبعض الأعطال البسيطة التي تحدث، واللي بيتم التعامل معها فورا من قبل الخدمات المعنية ومن خلال أيضا ورش الإصلاح التي تم نشرها في الميادين الهامة وأعلى الكباري لسرعة التعامل مع تلك الأعطال بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المرضية. محور عمرو بن العاص من المحاور الهامة جدا، اللي هو بطول 4.5 كيلومتر مربع، وده بيربط محافظة القاهرة بمحافظة الجيزة. ما زال هذا المشروع تحت الإنشاء، لذلك تم وضع خدمات مرورية مكثفة بتلك المنطقة بالنسبة لمحور عمرو بن العاص، واللي هو بيبتدي من الطريق الدائري شمالا تحديدا بقرب منطقة المضيطية وحتى الطريق الدائري جنوبا. تلك المنطقة تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة بمناسبة إنشاء محور عمرو بن العاص. هذا بالإضافة أيضا إلى تعزيز الخدمات المرورية لمناطق الأعمال على الطرق السريعة، وأبرزها أعلى طريق دائري أعلى المضيطية اتجاه ميدان الرماية، وأيضا أعلى ناهية بالنسبة للقادم من زهراء المعادي والمعادي. أيضا تم تعزيز الخدمات المرورية بمحور والذي يشهد حاليا كثافات مرورية عالية من خلال خدمات مرورية مكثفة، وذلك لمنع الانتظار والوقوف الممنوع وسحب تلك الكثافات، وخاصة القادم من مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان. حملات مرورية مكثفة على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية بهدف تحقيق الانضباط المرور في الشارع المصري، مع إرشاد قيد السيارات على الطرق السريعة بالحد من السرعة وتخفيض السرعة نظرا لارتفاع شديد درجات الحرارة، وحتى لا تقدر الله لا تحدث أي شيء يسبب حوادث مرورية أو لا قدر الله يسبب أي سخونة للسيارة مما يعرضها للضرر. كل هذه الأمور وتلك الإرشادات بتكون من خلال منافذ القاهرة الكبرى من خلال الخدمات المعنية بنفس الموقع. دائما وأبدا في نهاية الفقرة المرورية بنناشد السادة قيد السيارات الالتزام بقواعد آداب المرور، التعامل مع رجال المرور، وإن شاء الله